رح نبدا اولى فقرات وصباحنا غير، ورح تكون مع المساحه النفسيه لنسلط الضوء فيها على موضوع اهميه المهارات النفسيه في اداره الضغوط النفسيه خلال فتره الحجر الصحي وشهر رمضان الكريم. اسئله رح تجاوبنا عليها الاختصاصيه النفسيه هنادي السلاخ، ماجستير في علم النفس. رمضان كريم، يسعد صباحك هنادي. يسعد صباحكم، ورمضان كريم ومبارك لجميع الامه الاسلاميه والشعب السوري وين ما وجد. صباح الخير. امين. رمضان كريم عليك وعلى عائلتك هنادي. بداية نحن دائما بفقراتنا بنركز على شيء اسمه مهارات، خلينا نرجع نعرف المهارات لمشاهدينا اليوم. المهارة هي إتقان فعل أي شيء، سواء كانت مهارة جسدية، مهارة نفسية، مهارة اجتماعية. مجرد أنا دخلت عندي مهارة فأنا أتقن هذا الشيء، يعني بده يصير يجي عندي تلقائيا، ما لي بحاجة لاستدعي من العقل، استدعي الخطوات أو استدعي فكر فيه، فتلقائيا بيصدر من عندي مباشرة الفعل أو الشعور. وأنا وقت أقول مهارة نفسية هي هون أنا عم بيكون عندي مهارات لإدارة نفسي، إدارة الذات وضبط الذات، خاصة لحنا اليوم عم نعيش وضع ما فينا ننكر أبدا نوع من أنواع الضغوطات على كل الأصعدة. صحيح. نحن عم نعيش اليوم ضغوطات اجتماعية، دراسية، حتى صحية. اليوم الإنسان الأكثر مهارة هو الإنسان الأكثر راحة، على الرغم من هذا الضغط اللي احنا عم نعيشه. بس اللي بدي أحكي شغلة كتير هامة، اليوم أنا وقت كون ضمن هذا الظرف بدي أقول بدي أشتغل على مهارتي، هذا كتير شيء صعب. هي عبارة عن تعلم وتراكم. فدائما نحن وقت نقول لا تهمل الجانب النفسي مدى الحياة، مثل ما نحن بنتعلم كيف نحافظ على الجسد، نحن الجانب النفسي دائما بده متابعة. صحيح. بده شغل، دائما اشتغل على نفسك. بهيك ظروف اليوم الأكثر مهارة هو اليوم قدران يتكيف ويكفي أداؤه. نحن اليوم واقعين ضمن نوعين من الناس، ناس انعدمت عندهم الحياة تماما، وبالعكس ظهرت عندهم إذا كان هو زمان يعاني من خوف، نحن اليوم بحالات هلع كثير عم بيتردد علينا، هلع، أمراض جسدية بلشت تطلع بسبب عدم تنمية المهارات والشغل على الجانب النفسي. فنحن بنهمل هذا الشيء لحديت ما اليوم نفتنا بشيء كثير كبير على الصعيد النفسي، وكثير الدراسات النفسية عم بتهيئ إنه نحن عم نفوت بكارثة نفسية بعد انتهاء هذا الشيء. فمن اليوم هلأ بعد شوي بنحكي كيف نقدر نرمم هذا الشيء ونطوره على الرغم من هذا الضغط اللي احنا عايشين فيه. هنادي، مثل ما ذكرتي من شوي، ضغوط كثير نفسية عم نعيشها بالوقت الراهن، سواء من الحجر الصحي أو وضع الكورونا أو بمختلف أنواع الضغوط. خلينا نحكي اليوم عن أهم المهارات النفسية يلي لازم يمتلكها الفرد ليقدر يتجاوز أي محنة بيكون عم يمر فيها. مهما اختلف الضغط، نحن اليوم بدي ركز على شيء كثير مهم هو رد الفعل. كيف نحن بدي رد أنا انفعالي على الشيء اللي عم بتعرض له؟ نحن عنا نوعين من ردود الفعل، هو رد الفعل المنطقي ورد الفعل العاطفي. هاد مو منيح وهاد مو منيح، نحن بدنا النص. اليوم كل إنسان حعطيه طريقة كتير سهلة، أنا بحب دائما نطبق العملي مشان نطلع مستفيدين بالنهاية بمهارة. نعم. شو الفرق بين الرد الفعل المنطقي والعاطفي؟ أي إنسان بيتعرض لموقف، ممكن هلأ نحن الإشاعات كتير كبيرة عم نوقع فيها مواقع التواصل الاجتماعي. صحيح. سواء العطل أو الحظر أو أي اللقاحات، فنوع من أنواع في شيء تثبيط وفي شيء أيام أخبار مفرحة وبالنهاية عم تطلع لا هي ولا هي. كيف نتعامل مع خبر مثلا بينزل هلأ على السوشيال ميديا؟ في ناس دغري تسمع الخبر، بتقرأ الخبر، تعطي انفعال مباشر، هي مثلا لقينا شيء معين أو يا لطيف، بتفوت بالمشاعر السلبية، أو في من الناس بتفوت بالمشاعر الإيجابية. بعد ساعة ساعتين بيطلع نفي لهذا الخبر. فهي كمية المشاعر اللي عطتها هون وقعتها بنوع من أنواع ردود الفعل العاطفية. نحن ضد هذا الشيء مطلقا، لأنه ممكن هي توصل لمرحلة انهيار. صحيح. بسبب هذا الموقف أو الخبر اللي هي سمعته. صحيح. نجي للطرف الثاني، لهن الأشخاص اللي بيستخدموا ردود الفعل المنطقية. هذا الشخص شاغل على حاله حكما ما فيه، يعني هي مهارة. أنا وقت استخدم التفكير المنطقي هي مهارة دربت عليها لأقدر أوصل لهذا المستوى من التفكير. هذول الأشخاص بيجي الخبر بيسمع أي أو بيصير معه أي موقف، هو بياخد وقت من 6 ثواني لدقيقة
لأنه في خاصية للانفعال، الانفعال هو عبارة عن موجة، الموجة بتطلع بعدين بتنزل، ما في انفعال بيضل مستمر. نعم. أحد خواص الانفعالات هي لها شدة بعدين بتنزل، لحنا بس تنزل عمل الاستجابة، خذ رد الفعل. نعم، يعني مثل ما بنعرف هنادي المهارات هي مكتسبة، وكل ما كان الإنسان له خبرة بالحياة، وكل ما كان خلينا نحكي بالإيجابية، إيجابي طاقته إيجابية، فهو بيكتسب المهارات اللي ممكن تنشر حواليه وحول محيطه الشيء اللطيف الجميل رغم الظروف اللي احنا عم نعيشها. قديش مهم الإنسان أنه يعرف ينتهز فرصة اكتساب المهارة. طبعا نحن وقت نقول مكتسب يعني من الأهل، أول عملية اكتساب الطفل بيكتسبها هي من الأهل. نعم. فمثل ردود فعل العائلة حيكون هذا الطفل حيصير شاب وحتصير صبية وحيكون بدور، حيمثل دور أب أم قائد مدير موظف. فاكتساب هذه المهارات هي من عمر 0 لـ5 سنوات. هون التركيز بده يكون أنا كيف بدي خلي هذا الجيل الناشئ يكتسب هاي المهارات. نحن حنقول فرضا والاغلبيه لم ينشأ، يعني ما في كان نوع من انواع التركيز على هذول الجوانب النفسيه بحياه الاطفال. بالنسبه للاشخاص اللي كانوا مثلا عايشين بظروف ضاغطه باسر مفككه متوترين، اكتساب المهاره النفسيه ما له عمر، انت من اليوم فيك تبلش، حتى انت من اليوم فيك تبلشي، بس في شيء هو نحن دائما هو الدافع والمحرك والسعي، انه انا بدي ولا ما بدي. في ناس بتعرف بس في ناس بتمارس. أغلبية الناس أنت وقت تقولي لها إدارة الغضب طول بالك إليك إيه بعرف، طيب. ولكن ردود الفعل هي بتعرف ولا ما بتعرف؟ صحيح. فمشكلة أنه أنا بعرف ولكن ما بمارس هي مشكلة. فالدافع الداخلي كتير بيلعب دور بنوع الاكتساب. رغبة الشخص هي اللي بتخليه يتعلم، التعلم هو اكتساب. صحيح. وهون نحن دائما بنقول رغبة الشخص هي عبارة عن 50% من التعلم. نعم. هنادي، ردود فعل العالم بتختلف من شخص لآخر. صح. ولكن نحن حكينا أن موضوع المهارة هو مكتسب، خلينا نحكي عن موضوع ردة الفعل خلال لحظة الغضب. نحن في إجراءات معينة أو خطوات معينة ممكن نتخذها لما نحن نواجه مشكلة بالشغل، أي موقف ضاغط ممكن يكون، شو الخطوات لازم نحن نتبعها لحتى ندير الغضب بهي اللحظة؟ لحظة الغضب بالذات في أنا في بدي أتعامل يا مع الموقف يا مع الشخص. نعم. فهل أنا بدي أكسب الموقف أني أنا في عندي نوع من أنواع مثلا تقدير الذات إذا خسرت هذا الموقف، ولا أنا بدي أكسب الشخص؟ فالفروق الفردية بين الأشخاص وأيضا بين المواقف. أنا ما فيني أعطي خطوة للناس مثلا بشكل عام، مثلا أم مع ابنها صار في نوع من أنواع الشجار والغضب ومثلا فجرت عليه بكم هائل من نقول الشحنة الانفعالية، بتصير أكيد وهلأ عم بتصير يمكن. تمام. هون نحن بدي أنا هو كشاب مثلا، نفترض شاب وأول طلعته وعمره 18 سنة وعنده هون بيكون نوع من أنواع الرجولة، يعني أنه أنا بدي أثبت حالي. في عنا شباب مثلا ممكن هو يرد رد عنيف على أمه، هون نحن بنقول هو بده يكسب الموقف. في عنا شباب لا، ممكن هو ياخذ موقف انسحاب ويتراجع، ليه؟ لأنه هاي أمه. فهذا كثير اللي احنا بدنا ننتبه. انا وقت بدي اطلع هلا بانفعال، شو بيهمني اكسب الموقف ولا اكسب الشخص، او ايام بدي اكسب الهدف. نحن دائما نقول لك عرفي امتى تطلبي الزوجه، وقت يجي زوجها مثلا. هنادي فينا نحقق توازن فيهم؟ ايه طبعا فينا نحقق. وقت انا اعرف الهدف اني بدي اوصل له، مثل هلا وقت زوجه بيجي زوجها مثلا مشوب بردان حامل اغراض، اول ما فات من البيت بتبلش هي بتشكي بتشكي بتشكي، هي اكيد هون هي نحن بنقول لا تمتلك مهاره الطلب. فهون لا موقف ولا شخص، ما حققت الهدف، هي خسرت كل الجوانب. فنحن كمان وقت نعرف انا الغايه من انا اثاره الانفعال، هون بكون انا قدرت اوصل للمنتصف تقريبا. هو عمل شغل اني اشتغل من هون واشتغل من هون لاقدر اوصل انا على التوازن السليم، يكون رد فعلي منطقي مع عاطفي. هي مهاره. تماما تمام. هنادي حكينا معناتها اما نكسب الموقف او نكسب الشخص. في اشخاص هنن عندهم الاراده انه كيف يديروا الضغط، انه ما يحطوا حالهم بمواقف معينه، ولكن يمكن
بتصعب عليهم احيانا اداره بعض هي المواقف. يمكن خلينا نحكي عن العمر، فرق العمر هل له دور باداره الضغوط؟ تمام. النضج الانفعالي لا يلعب العمر فيه نهائي. عندنا اشخاص وصلوا لعمر 50 60 وهن مثل رد انفعالاتهم مثل طفل صغير. كثير من نواجه انواع من السيدات هي عم تحكي تبكي تبكي، هي مثل كانه طفل لانه هي عندها اعاقه بتحقيق هدف في معيق، فهي ما اكتسبت هذا الشيء. ليش انا عم بقول مهاره؟ المهاره هي بدها تتعلم. انا بدي اتعلم، اول شيء بده يكون عندي رغبه، معرفه، جمع معلومات، بعدين بدي ادرك هذا الشيء. بس بدي ادركه انا فات لعندي مرحله الوعي، صرت استحضر هذا ردة الفعل بالموقف. كثر تعرضي لهذا الموقف واستخدامي لهذا الاسلوب بيصير عندي ممارسه. فالعمر ما له داعي ابدا 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 بمرحله النضج العاطفي، خاصه النضج العاطفي. ممكن له علاقه العمر بالنضج الجسدي، بيكبر بالعمر ولكن هو عقله عقل طفل، لا ابدا ما بيلعب دور. صحيح نادي، مثل ما ذكرنا انه الخبرات بتلعب دور، المواقف اللي تعرض لها الانسان بتلعب دور، هي كمان بتعتمد على قوته الشخصيه والذاتيه كمان مش الشخصيه. هلا كنا عم نحكي على التلعثم. هنادي، امتى الانسان بيحقق الثلاثه؟ يعني ممكن هو يحقق الموقف والشخص يكسبه والهدف، هون بيكون يعني عن جد عمل انجاز، وبتكون مو كل المواقف فيه يتداركها، ولكن امتى بيحصل على هذا الشيء؟ بيحسن وقت يمتلك مهاره الصمت ومهاره الاستماع. حلو، اصعب شغلتين. اصعب شغلتين. وهلا نحن بشهر رمضان، اي شخص يحاول نحن الصيام هو مشان نحن نكسب حسنات اكيد، والغضب هو منافي تماما لشروط الصيام. اليوم نحن بحجر صحي وبصوم الشهر الكريم، انا بدعو كل الاشخاص بهذا الشهر اكتسب هاي المهارتين، الاستماع والصمت. لانه نحن متى ما استمعنا انا حافهمك صح، ما عاد اعطي من عندي تقييمات للكلام اللي انت عم تعطيني اياه. وجانب اخر الصمت، فالصمت بيفيدني بتاجيل رده الفعل واعطي رده الفعل بعد 6 أو دقيقة ليصير عندي شده الانفعال نزلت. هو شو اللي بيكتر الانفعال؟ في نقطة، الانفعال مثل ما أنا قلت هو موجة بيطلع بينزل، الاستفزاز، الأفكار اللي أنا بتبلش بتجيني إنه لا لا تسكتي، لا اختلفت مع قيمك، أنت عم تسمعي مثلا كلام منافي، لا قومي خذي. فالأفكار اللي بعدين بتلحق الانفعال هي اللي بتأجج هي ثورات الغضب اللي بتصير. أنا وقت أكون مستمع جيد ومتكلم صامت أعرف إمتى أنا أحكي، بكسب هدول الثلاث جوانب، ما بزعل حدا مني وبكسب الموقف وبحقق الهدف. نعم هنادي، في احيانا اشخاص بيقولوا بيكونوا بنقاش معين او بمشكله معينة، الطرف الثاني بيقول لهم كلمه، عند هالكلمه بيقولوا وقف عندي الزمن، خلص بتبلش رده الفعل العنيف. هدول الاشخاص كيف ممكن يتعاملوا مع هيك مواقف؟ نعم كمان مثل ما قلنا نحط الثلاث جوانب بعين الاعتبار. انا شو بدي؟ دائما انت تعرف شو بدك من الحوار، هون انت بتكسب الحوار. بس وقت تكون انا مو عرفان، او خاصه لحنا هون في عنا فروق بين الرجل والامراه، الامراه مبدعه بالايحاءات والتلميحات، الرجل مباشر بيدرك، يعني احكي لي دغري شو بدك، لا هي بتلف وبتدور وانا تعبت وانا يمكن مشان هو بس يقول الله يعطيك العافيه وشكرا، هو لا يفهم هيك. فهي بحالة انفعالية، مثلا أكلت حكاها كلمة إنه أنا ما عندي وقت هلأ أنا أسمعك، هي هون شو بدها تقول له؟ شو بدها تقول له؟ أنت مو فاضي لي، أنا مش مشاكل البيت، بلا بلا من هالحك كلام. فدائما هو الأقل مهارات هو اللي بيخسر الموقف. صح. فأنت وقت تلاقي حالك دائما نحن عم نكون بمشاكل ما عم بقدر أحصل على الشيء المعين، معلش ارجع واتعلم. نعم. الهدف إنه نحن نتعلم، ما في إنسان خلق كامل ولا إنسان خلق بمهارات مرتفعة، طبعا في قدرات وأنا فيني نمي هذه القدرات بالمهارات. فأي إنسان عم بيلاقي حاله عم بينحط بمواقف محرجة، عم بيخسر كثير بالنقاشات بالحوارات. نعم. لا مانع من التعلم. صحيح.
يعني مثل ما حكت هنادي نرمين، نحن مجموعة تجارب، وقديش حلو الإنسان يضبط انفعالاته، قد بنعصب أنا وياكي كثير، ويمكن قديش سالم نندم يمكن على مواقف نحن عملناها كان فينا نتداركها بأسلوب معين. يعني هي دعوة لكل المشاهدين، نحن بأول أيام شهر رمضان المبارك نهدي شوي، ما نتحجج إنه صوم، يعني نتذكر إنه في كمان غيرنا حدا صايم كمان. بدنا نشكر وجودك معنا هنادي السلاخ، ماجستير بعلم النفس. شكرا كثير لك. شكرا لك هنادي، نورتي صباحنا.